ولكن إشارة إلى نقطة. طبيعة الإنسان تقتضي الغرور والتكبر في ظروف وحالات كثيرة. الإنسان يغتر بالشباب، الإنسان يغتر بذكائه، الإنسان يغتر بصحة جسمه. هناك أمور كثيرة توجب الغرور والتكبر في نفس الإنسان، إلا من ربى نفسه تربية صالحة. إن لم نقل أهم تلك الأمور التي توجب الغرور والتكبر في الإنسان، لا شك أن من أهمها ثلاثة أمور توجب الغرور في الإنسان، أعظمها لعله على الإطلاق الحكم. الحكم يوجب الغرور، الحاكم طاغي بطبيعته. ثانيا الثروة، المال، المال يوجب الغرور. ثالثا العلم، العلم يوجب الطغيان، يوجب الغرور والتكبر. هذه طبيعة الإنسان، وكلما كان العلم في الإنسان أو الثروة التي يملكها أو الحكم أكبر، كان الغرور والتكبر أشد. والسبب في ذلك ما ورد في القرآن الكريم: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الحاكم يجد في نفسه الاستغناء عن المحكومين، الثري يجد في نفسه أنه غني عن الفقراء، العالم يجد في نفسه أنه غني عن بقية الناس في علمه، فهذا يوجب الغرور والتكبر. مع أن الحاكم يحكم على 1,000,000 شخص، 10 ملايين شخص، 100 مليون شخص، لا على كل الناس، مع أن الحاكم لا يحكم على كل شؤون الرعية، يحكم على أمور قليلة. هل الحاكم يحكم على الناس في بيوتهم أيضا؟ لا، لا سلطة للحاكم على الناس في بيوتهم. هل الحاكم يحكم على قلوب الناس أيضا؟ لا، لا يتمكن أن يحكم على قلوب الناس. يحكم على آراء الناس، على أفكار الناس؟ لا، يحكم على ما يشاوره شخص مع شخص؟ لا. أكثر الأمور من شؤون الناس والشعب والرعية لا يحكمها الحاكم. فكيف إذا كان حاكم لا يحكم على فئة من الناس، يحكم على كل البشر؟ فكيف إذا كان حاكم لا يحكم على بعض أمور البشر، يحكم على كل تفاصيلهم، يحكم على آرائهم، له سلطة على أفكارهم وعلى قلوبهم، له سلطة على ما في بيوتهم، له سلطة على كل شؤونهم؟ فكيف بحاكم لا يحكم البشر فقط، يحكم البشر والحيوانات والجن؟ تصوروا شخص يحس بأنه حاكم على هذه الكرة الأرضية، يحكم على الحيوانات، يتمكن أن يأمر أي حيوان بأي أمر، ومجبور ذلك الحيوان أن يطيع. فكيف بحاكم لا يحكم على عالم البشر والجن والحيوانات فقط، يحكم على عالم الملائكة؟ فكيف بإنسان يحكم على كل ذرات هذا الوجود،
هكذا حكم يوجب أي غرور، أي تكبر، أي تجبر. تصوروا الموقف، فكروا لو كنت أنا مسلطا على كل هذا الكون كم كنت أحس بترفع بعظمة. وقد ظهر من سيد الأولين والآخرين هذه القدرة بإشارة إصبعه، شق القمر. البشر جمعوا عقولهم، علومهم، قدراتهم، قرون وقرون حتى تمكنوا أن يصعدوا إلى القمر. رسول الله صلى الله عليه وآله بإشارة واحدة بإصبعه شق القمر.